اليوم كأصحاب دراجات ما يحبون أن أي حد يركب دراجتهم، فالميزة اللي سويناها اليوم أنك أنت بتدخل دراجتك داخل الفان بدون ما أي حد يركبها وبدون تدخل بشري. الفكرة جتني الحكم أن أنا أسوق دراجة نارية، دراجتي اختربت فكنت حابة أنقلها إلى الورشة، فكنت أدور في السوق منو ممكن ينقلي أو أي شركة ممكن تنقلي دراجة بطريقة آمنة، وما حصلت. كل اللي حصلتهم في السوق الريكفريات العادية للسيارات، بس ما حصلت حد متخصص للدراجات. يوم سافرت أمريكا شفت أحد الشركات وزرتهم وشفت المعدات اللي يستخدمونها، بناء عليه تشوفون هالفان اللي وراي جهزنا هالسيارة أو أحد السيارات لنقل الدراجات ومتخصصة مثل ما تفضلت وآمنة. ومن هنا حاب أشكر مؤسسة الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، لدعمهم للفكرة وللمشروع ومساندتهم للشباب المواطنين.